صباح النور يا اخوان، كيف ما كتشوفوا احنا ان شاء الله ثاني اجواء جديده ويوم جديد ان شاء الله باذن الله. الريس ابراهيم كيعج انت والقدر ديالو ابراهيم. لا ان شاء الله اللهم يسير. الله يبارك فيك. جينا بغينا ندوها نقدوها ونشوفوا اش غدير معنا حتى هي ان شاء الله غيكون عيال الخير باذن الله. وانت الدوس ابراهيم راه شتي العيالات في العجينه. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. هذا الشيء بزاز منك ياك يا سي ابراهيم. الحوت اللي كنعجنوا في الدار ولا كنعجنوا في البر في البحر. ايوا واش غادي البريه هذه ياك ما كتسمعش جدي باش كيقول مع الصباح. ايوا ها هو ها من ورا هنايا. ايوا هذا الشيء اللي كاين. قدرتي لها الرمله درتي لها المسائل كلها المسائل ديالها كل شيء شينو الفورس. اي هي هي تخليط هادي والرمله كيدايره الرمله بيضاء. الريس ابراهيم الريس الرمله بيضاء سبحان الله العظيم. هاد الرميله اللي كاينه هنا مالحه كاع بزاف ياك ثقيله 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 حتى ملي غادي ديك التشيشه ما غاش ديرها. الرمله كتعاونك على بلاصه التشيشه. ثقيله ثقيله قلبيها كتقلبيها مزيان مزيان اللهم يسير. وبيضة ما كتبانش. ايه بيضة سبحان الله العظيم. اه كتبانش انت شفت الكلوطه انت واش كاينه ما كايناش. تقول بحال فيها الدقيق بوحدها. ايوا شوف ما كاين تقول ما كايناش كامله. درت كاين الرمله ماشي ما كايناش. هي هي راه لونها بحال لون بحال لون الحوت سبحان الله. سبحان الله تقول بحال لون الدقيق مخلط معاه ما بيناش. ايوا هادشي اللي كاين باقي حتى الاخر ودير الزيت ديال الكوني كنريس. لا لا الزيت ديال الكوني حتى نبي نستعمل البيلوطه البيلوطه ديالي ديك الساعه كنريحها كاع ما كنكثرش فيها بين السمين. اللهم يسير اللهم يسير اللهم يسير. جمعات راسها ياك الريس دابا يجي دابا ولات البيلوطه باقا خاصها واحد شويه شويه هادي خاصها يلا فاش غتجمع الى جيتي هي هاديك كتجلس شويه كتشرب كتشرب هي هاديك. الريس نور الدين تا هو كي بيلوطه ديالو كيعجنها لا كلشي ما كاين غير الخدمه هاد الصباح. Go.
اللهم بارك عبلا فين مريشة اللهم بارك. انتم الاخوه الاجواء رائعه الحمد لله، احنا وسقنا حوت اللهم لك الحمد. اليوم بعد ضرب له غليظ، كانت واحد التريشه قريبه لينا، لكن ملي كتكون الموجه كتغبر. هما الاجواء الشوار مع البحر حرش، منظر ابلغ الحمد لله. اليوم كيفما شفتو معايا المباشر والتقاوس رفقة الحاج نشاط، هادشي اللي كاين الاخوان. حنا في العودة ان شاء الله المصيبة اللي يعني تما في كاين القيط، الله يجعل البركة ان شاء الله. كاين واحد الطيوح اللي سخر الله عز وجل، غادي ان شاء الله نصيدو في الطرياني والفارو، تعيشو معايا الاجواء. ولا كان شي طيوح زوينين نمشيو لبلا يدكو عليه، علاش لا؟ اللهم يسير والله يجيب تيسير خوكم الدقال، الله المستعان. اللهم لك الحمد اخوانا تابعين الطريق، اللهم يسير يا الله. قوم هذا الان، قوم هذه الاجواء الرائعه اخوان، مناظر رائعه. عندهم الاخوان اللي مشيو دابا ان شاء الله جهته في كي تحت الطوموبيلات، غادي تشوفوا هاد السبخة كيدير واحد الوطا اللي بغى يدير القيطون ديالو ولا. هذا هو المكان الاخوان، هي بلاصة ديال الشوارج الرئيس توارج، جمع المسائل كل واحد فيك يروح حتى الصباح ان شاء الله تعالى. شاندي اللهم بارك. اللهم يسير سي نور الدين سي عبد القادر، اللهم يسير عبد ربي عبد الاله، اللهم يسير. قال لي خويا والله كلاص لا كلاص راه كديو من هنا، والله كلاص كلاص راه كديو من هنا. غاديش كلاص كلاص الجديد ايه عليك مولانا. ما شربي ما شربي غير بطل الصلاة وطبعك هذا الفرقة. يلاه سي سي ما شربي انا خويا كديو بالمجان هنا في المول، كديو الحوت ما كتشوفو كديو الحوت وكديو الله كلاص. سردينا ويجيبوا لينا تا هو دابا غادي نديو ان شاء الله. وانتم ها ليش سردينا لي خور، ما كاينش واحد شي غيجيبوا لينا هنا كيكون السردين
يقولنا السردين غادي يدير السردين تما فابور هو ولا كلاص، ولكن خصكم تجيبو هذا الى بيت الحوت، خصكم تجيبو هذا.